سلام يا نهاد، كتر خير الايجار اللي خلانا نشوفك. اهلا بيكي يا حبيبتي، ازيك انت؟ الحمد لله. ما تتفضلي تقعدي معايا شويه. لا اصل النهارده في الحقيقه عيد ميلادي، وانا حاجزه بقى ترابيزه في الهيلتون، ولسه يا دوبك عبال ما اروح للكوافير اعمل شعري. ما تيجي معايا انت والاستاذ فرحات تشرفينا. كل سنه وانت طيبه، المره الجايه ان شاء الله. طبعا اذنك. مع السلامه. هيلتون، ألف جنيه في الشهر يعني إيه؟ ألف جنيه بعد ما كنت بتستلفي مني بالخمسين قرش؟ فرحات، أنا هأجر شقتنا مفروشة. عنايات أرملة وكانت عايشة لوحدها، لو قعدت في عشة فراخ ما تفرقش معاها، إنما إحنا عيلة كبيرة يا جمالات، يا علي. أنا شخصياً أرى إننا نؤجر الشقة. لا يا فالح، يستحيل نسيب بيتنا اللي اتربينا فيه طول عمرنا. أنا من رأيي سامية، أصحابها يقولوا إيه؟ أما يعرفوا إن إحنا أجرنا شقتنا عشان الفلوس. الفلوس يا مصطفى عصب الحياة، لو كان عندنا فلوس كان يبقى في عربية، وما كنتش أنا وأختك اتبهدلنا في المواصلات. طب اقنعني، اقنعني يا فالح يا بتاع الحقوق. نسيب بيتنا ونروح فين؟ ده البلد ما فيهاش خرم إبرة يا جماعة، ولا ناخد فلوس المفروش ونسكن بيه في حتة تانية. عارف مين يا فرحات اللي هيحل المشكلة دي؟ مين؟ المخفي اللي اسمه عبد السميع. ايه؟ على جثتي انا هعمل عبد السميع بعد اللي حصل منه؟ نسيت الاهانه؟ نسيت اللي اتكتبه؟ يو يا فرحات، لو كان لك عند عبد السميع حاجه قول له يا سيدي. اسمعي اسمك ايه انت؟ اذا جبت سيره عبد السميع على لسانك مش هيحصل لك طيب، فاهمه؟ ايوه جو شوبينج، باي باي. اوكي اوكي مدام، اوكي اوكي مدام. عايز مني ايه تاني بعد ما شتمتني؟ بقى ده كلام، حد يزعل من فرحات؟ ده انا فرحات، اسمي فرحات، يعني فرحه وفرحه وفرحه. والله انت بالنسبه لي عكننا، انا ما شفتش منك ولا من الست بتاعتك الا كل عكننا. معلش بقول ايه، ما تيجي تاخد القهوه عندي فوق، بصراحه المدام عايزاك. عايزه مني ايه تاني؟ يا سلام عليك، يا سلام عليك، عصبي ليه كده بس؟ تعال تعال لو سمحت. ممكن وحياتك دي. اتفضل. خلي بالك يا زينب. هو مشروع هاي بس. بس ايه؟ لا مفيش حاجه، تسلم ايديكي. تسلم انت يا عبد السميع، همتك معانا. لو عملنا شويه تغييرات في التكور ممكن نسكنها ب 1500 جنيه. ايه ده؟ في الشهر؟ امال في السنة؟ أنا ما أقدرش أجرها بأقل من كده عشان سمعتي في المنطقة. طيب والشقة اللي هتشوفها لنا يا عبد السميع هتكون فين؟ شوفي، حدانا شقق صغيرة وبخلوه معقول، بالكتير 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ هو مبلغ صغير ونقدر ندفعه طبعًا، ولأن خير ربنا كتير والحمد لله. انما انا يعني افضل ان المفروش ما يكونش مفروش قوي يعني. ايوه اسعدت البيع، انا عارف طلبكم، عايزين حاجه مفروشه من غير كلوه ولا تامين، وفي حته كويسه واجارها معقول يعني. ماكسيمم 100 جنيه. يا ريت. عندي في حاجات مستخبيه ومدكنها للحبايب. بس اوعى تكون يعني في حته بلدي، ولا مزنوقه في حاره، ولا متطرفه كده ولا كده. بالعكس، دي اخر طراوه وقريبه من هنا. وبتطلع على مصر كلاتها. فين؟ في الروف. فين؟ الروف اللي انتوا بتسموه السطوح. يا هاني،
العقد جاهز؟ ان شاء الله جاهز يا سعاده البيه، بس لا مؤاخذه. خير هي المدام تقرب لك ايه؟ مراتي. تحب تشوف الاسيمه؟ ما تزعلش مني يا سعاده البيه، اصل ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. انا بس كنت عايز اطمن انها مش بنت خالتك. لا اطمن يا، انت اسمك ايه؟ محسوبك عبد السميع. اطمن يا عبد السميع، لا هو ابن خالتي ولا انا بنت خاله، وانا فهمك. ولا انت شايفنا وش الحاجات دي؟ استغفر الله العظيم يا ست هانم، استغفر الله، اصل اللي بتدعي من حلش يخاف من الحبل. اتفضل يا بيه. ثانك يو. ما كنت اخدت راحتك وقعدت لاخر النهار. ما هو اصل الحمام ده معمول لكم انتوا وبس. خلاص يا ست هانم اللي تشوفيه من هنا ورايح ابقى اخد منك الاذن. وسع شوف منار، فين يا منار؟ اطلعي بس، اطلعي مكتوب في المعجم. لبسني من صنع بلادي واوهب لك روحي وفؤادي. الله الله الله، ده ايه الهنا ده كله؟ انا كان عقلي فين؟ ازاي طوعتك يا اخويا؟ هو حصل وخلاص، محدش هيعرف ان احنا اجرنا الشقه، هنحوش فلوس قد كده ونطلع من هنا على الهيلتون. من هنا على القرافه ان شاء الله عدل. فلا الله ولا فارق. العيشه تقصف العمر. نعم بتتريق. مش دي شرطك؟ مش ده مشروعك؟ يا سلام، انا كنت عملت ده عشان مين؟ مش عشانك وعشان ولادك؟ طب اجري العبي بعيد، اجري العبي بعيد، وانت خدت بعيدك في حاجه. يا ساتر. اتفضل يا عبده. خير، اصطبحنا وصبح الملك لله. خير خير يا بيه. ادي 1500 جنيه تأمين، وادي 1000 جنيه ايجار. بالعقد. اوعى تكون اجرتها الناس كده ولا كده لحسن يبوظوا لي الشقه. انا عددهم سكينه سكينه ومعلقه معلقه. اطمن يا بيه، دول ناس حلوين قوي ونضاف قوي وفلوسهم كمان حلوه قوي قوي. ده انت اللي حلو قوي قوي يا عبده. 200 جنيه سمسرتي هان.